أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في النفخات في الصور؟ هل هي ثلاث أم اثنتين؟ خلاف بين العلماء. شيخ الإسلام والجماعة يقول إنها ثلاث: نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق ونفخة البعث كما في سورة الزمر. وهذا هو الصحيح، نعم ثلاث نفخات. نعم.